نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، وفيها الخلافات بشأن جدول الأعمال وتمثيل الفصائل تطغى على جلسات المفاوضات السورية في أستانا. الجيش اليمني يسيطر على مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر ويتقدم في محافظة تعز. الرئيس الغامبي المنتخب يدعو من داكار إلى استمرار الحملة العسكرية في غامبيا ويتهم جامي بسرقة أموال الدولة. أكد رئيس وفد النظام السوري في محادثة أستانا بشار الجعفري وجود خلافات بين الأطراف المشاركة بشأن تمثيل المعارضة وفحوى المحادثات، واتهم الجعفري المعارضة بعدم تقدير أهمية المحادثات، وانتقد دفاعها عن مشاركة جبهة فتح الشام التي كانت تعرف بجبهة النصرة، مشيرا إلى أنها لم تكن طرفا في الاتفاقات السابقة. نحن جئنا لمناقشة أجندة طلعنا عليها مسبقا ووافقنا عليها، لكن يبدو أن هذه الأجندة لم تكن ثابتة حتى الساعة الثانية صباحا بعد وصول، وإلى هذه اللحظة أجندة الاجتماع ليست منتهية وغير جاهزة. في المقابل، أكد رئيس وفد المعارضة محمد علوش أن الهدف من المشاركة هو تثبيت وقف إطلاق النار في كامل تراب سوريا وإطلاق سراح المعتقلين وبدء انتقال سياسي برحيل نظام الأسد. وعندنا استعداد لنذهب إلى أبعد نقطة في الدنيا لتثبيت وحماية شعبنا من الإجرام والإرهاب الذي يتعرض له المنظم، إرهاب دولة وإرهاب عصابات. هناك من يسعى ويذهب ويريد أن يذهب إلى آخر الدنيا ليتثبت على الكرسي الدم، كرسي الدم الذي يجلس عليه. أتينا هنا لإخراج المعتقلات والمعتقلين ولتثبيت وقف إطلاق النار. وكانت المحادثات السورية بين وفدي المعارضة والنظام قد انطلقت صباح اليوم في أستانا عاصمة كازاخستان برعاية روسية تركية وبحضور ممثلين عن إيران والولايات المتحدة. وبرزت خلافات حادة بشأن طبيعة المفاوضات وفحواها بعد أن استبعد وفد المعارضة المشاركة في أي جلسة مباشرة مع وفد النظام، وجدد التأكيد على مطلب وقف إطلاق النار بشكل كامل وتحقيق انتقال سياسي في سوريا، بينما يصر وفد النظام على إقرار هدنة مؤقتة واستبعاد الفصائل التي يصفها بالإرهابية. التزموا بالهدنة وأوقفوا إطلاق النار، هذا فقط ولا غير. المعارضة السورية تؤكد في محادثات أستانا في كازاخستان أن الميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران تنتهك وقف إطلاق النار الهش بالبلاد، وأنها لن تدخل في أي محادثات سياسية باستثناء ضمان سريان الهدنة والبعد الإنساني للأزمة لتخفيف معاناة السوريين الموجودين تحت الحصار أو رهن الاعتقال لدى قوات النظام والميليشيات الأجنبية. نتفهم القلق العالمي، لكن أبلغ الطرف الآخر، الطرف الآخر مصمم على الاستمرار في القصف وقتل الناس وتهجيرهم. لقد شرد السوريين عبر العالم ووضعهم أمام سؤال إما الاستسلام والركوع أو الموت. ممثلو المعارضة والنظام لم يلتقوا إلى اللحظة، بل ولم يتم الاتفاق على إجراء محادثات مباشرة بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية. وترفض المعارضة السورية اعتبار إيران ضامنا لأي اتفاق تصل إليه الأطراف المجتمعة في مؤتمر أستانا، وبينما تقلل المعارضة من الدور الإيراني يقلل وفد النظام من الدور التركي. طبعا هناك برنامج عمل وهناك أجندة للاجتماع، غاية الرئيسية هي مجموعة من النقاط. أولا تثبيت خطوط وقف الأعمال القتالية، ثانيا تأمين فصل المجموعات الإرهابية داعش والنصرة وغيرهما من المجموعات الإرهابية عن المجموعات المسلحة التي قبلت باتفاق وقف الأعمال القتالية وقبلت بالذهاب إلى الأستانة.
ورغم ذلك شهدت أستانا لقاءات مكثفة بين روسيا وتركيا وإيران قبيل انطلاق المفاوضات بين النظام والمعارضة، لكن حتى الدول الثلاث لم تصل إلى صيغة توافقية بينها بعد، حيث تصر إيران على ذكرها كضامن للاتفاق في البيان الختامي في المؤتمر. ينضم إلينا من العاصمة الكازاخستانية أستانا مفادنا جمال عز الديني. جمال، على صعيد المواقف أو التصريحات بالنسبة للوفود المشاركة أو الدول الراعية، هل من جديد؟ نعم أمل، في هذه اللحظة تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين، وفد المعارضة السورية المسلحة ووفد النظام، بوساطة روسية تركية وأيضا بمظلة أممية، نظرا لمشاركة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي بستورا في هذه المشاورات. حتى اللحظة لم تتسرب أي معلومات عن أي تقدم يذكر في هذه المباحثات، ولكن بالنظر إلى التصريحات أمل، تصريحات سواء من طرف وفد النظام على لسان رئيس الوفد بشار الجعفري أو أيضا وفد المعارضة على لسان محمد علوش، تبدو الهوة كبيرة وواسعة بين الطرفين، وخصوصا فيما يتعلق بالمطالب. المعارضة تقول أنها أتت هنا لمناقشة وقف إطلاق النار لا غير، وفي حال التوصل إلى اتفاق بهذا الشكل يمكن الحديث عن بقية الملفات العالقة مثل إيصال المساعدات والإفراج عن المعتقلين، وربما أيضا أتطرق إلى بعض المسائل الأخرى المتعلقة بالوضع السياسي تحضيرا لاجتماعات جنيف أشار المقبل. أما النظام وعلى لسان بشار الجعفري، هو يقول أن الجماعات الإرهابية والعصابات الإرهابية كما وصفها المشاركة هنا في الاجتماعات لا تقبل بالحلول التي قدمتها الأطراف الراعية للحوار، وبالتالي هي غير قادرة وتفتقر للدبلوماسية، على حد قوله في التعامل مع أهمية الموقف وأهمية المحادثات التي تستضيفها أستانا. أمل، حتى اللحظة هناك ربما تسريبات تتعلق فقط حول المسودة الختامية لهذه الاجتماعات للبيان الختامي، وحتى اللحظة هناك معلومات تفيد بأن البيان الختامي قد يشمل التأكيد على رغبة المعارضة المسلحة في حضور الاجتماعات المقبلة والاجتماعات السياسية في جنيف، أيضا تعهد من طرف المعارضة بمحاربة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، وإقرار منها أيضا بفصل ما يسمى بجبهة النصرة عن فتح الشام، جبهة النصرة سابقا عن فصائل المعارضة المعتدلة، وأيضا الإقرار بأن المعارضة تعمل وفق القرارات الدولية بما فيها القرار الدولي 2254. حتى اللحظة المحادثات لا تزال متواصلة، ونحن بانتظار ربما ما ستسفر عنه الليلة أو أيضا في الساعات المقبلة غدا، حيث تنتهي المباحثات أو من المقرر لها أن تنتهي مساء الغد بحدود الساعة 7. وسنبقى على تواصل معك إلى حين ذلك. شكرا جزيلا لك جمال عز الدين مفادنا إلى أستانا. معنا من غازي عنتاب الكاتب والصحفي السوري منهل باريش، أهلا وسهلا بك أستاذ منهل. تصريحات الجعفري ولهجته ضد المعارضة، مواقف الأخيرة، إلى أي حد تحد من فرص نجاح أستانا حسب ما سرب إلى غاية الآن وما شاهدناه؟ يعني طريقة أداء بشار الجعفري، يعني رئيس وفد النظام في مباحثات اليوم في جنيف، يعني هي امتداد في أستانا، عفوا، هي امتداد لطريقته في سواء في الأمم المتحدة أو في المباحثات السابقة في جنيف. هو يحاول استفزاز الأطراف. بالنهايه يعني دعينا نركز على نص الاتفاق الاساسي والدعوه الروسيه التركيه للمؤتمر. المؤتمر، وهذا كان واضحا عبر المؤتمر الصحفي، وكان الذي تحدث فيه قبل قليل الرائد عصام الريس والمحامي اسامه ابو زيد. الخلافات هي حقيقة تتركز على نقطة واحدة وجوهرية. الروس يريدون الحديث في الانتقال السياسي، ويعني تسيير المراحل الثلاثة مع بعضها، وهي مرحلة وقف إطلاق النار، ومرحلة القضايا الإنسانية والمدن المحاصرة، ومرحلة الحل السياسي. المعارضة متمسكة ببحث وقف إطلاق النار أولا في مؤتمر أستاني.
إذا يعني ثبت وقف إطلاق النار وصير إلى يعني إلى اتفاق نهائي ومبرم بضمان الروسية وموافقة النظام، يمكن يعني للوفد الانتقال إلى المرحلة الثانية وبحث. طيب يعني في ظل هذه الخلافات الموجودة على صعيدي الشكل والمضمون، أليس من الأجدى أن يدخل على الخط الدوران الروسي والتركي الرعيان لهذه المحادثات وكيف؟ نعم، يعني المفاوضات يعني كما تفضل يعني مراسلكم من أستانيا هي ستكون بشكل غير مباشر. كل ما حدث حتى الآن، سواء يعني المؤتمر الذي يعني بوسع عبر وسائل الإعلام أو المؤتمرات الصحفية، يعني هي كلها تصدير للإعلام ليس إلا ومحاولة يعني الضغط على الطرف الآخر. الآن في الغرف المغلقة والمفاوضات الغير مباشرة سيجلس الجانب الروسي والجانب التركي مع الوفدين على يعني على كلهم على حده، ويعني يعني يضعون بنود نص اتفاق وقف اطلاق النار على 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 الطاوله، ويعني سنرى ما يمكن ان ينتج عنه. لكن حتى الان كل الحديث الذي يطلقه يعني النظام السوري يعني وفد المعارضه يدل انه على الاغلب، وانا هذا ما اتوقعه، ان مفاوضات الاستانة يعني ستفشل، وان يعني انجز وقف اطلاق النار او المرحله الاولى فهذا سيكون يعني انجازا كبيرا يقومون به الروس والاتراك، يعني من جهه الاتراك غير قادرين يعني الضغط حتى النهايه على فصائل المعارضة والوفد العسكري، ومن جهة أخرى يبدو أنه حتى الروس غير قادرين يعني على الضغط على وفد النظام السوري حتى النهاية وإجباره بوقف العمليات في بردة، خصوصا يعني مع حضور الجانب الإيراني أو الوفد الإيراني إلى جانب وفد النظام السوري. وهذا فصل خلافي آخر. شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي السوري من هل باريش، كنت معنا من غازي عنتاب. في التطورات الميدانية، قال الجيش التركي إن 65 عنصرا مما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية قتلوا في عمليات نفذها الجيش دعما لمقاتلي المعارضة في شمال سوريا أمس. يأتي ذلك في سياق عمليات درع الفرات التي بدأتها تركيا قبل 5 أشهر بهدف إبعاد الجماعات المتشددة عن حدودها، فيما تحاصر مدينة الباب الخاضعة لسيطرة التنظيم منذ أسابيع. وفي تطور آخر، شنت قوات النظام السوري مدعومة بعناصر أجنبية هجوما واسعا على حي جوبر الذي تسيطر عليه المعارضة شرقي دمشق، وأفاد ناشطون أن المعارضة تمكنت من صد هجوم قوات النظام التي حاولت التقدم على محاور رحبة الدبابات وقطاع كراش ومؤسسة الكهرباء، وترافقت الاشتباكات بين الطرفين بقصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة والرشاشات الأبنية السكنية. أفاد مراسلنا أن القوات التابعة للرئيس اليمني عبدالرب منصور هادي أعلنت السيطرة على مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر بعد معارك عنيفة مع الحوثيين وقوات صالح، وكانت قوات الجيش والمقاومة قد شنت حملة لفرض سيطرتها على ميناء المخا الاستراتيجي واستمرار تقدمها نحو وسط مدينة تعز، كما شنت طائرة التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع لقوات الحوثيين في مناطق المخا وموزع وذباب بمحافظة تعز، قتل على إثرها عشرات المسلحين وأصيب آخرون وفق ما أعلنه مصادر عسكرية، كما كثفت قوات التحالف غاراتها الجوية على مطار الحديدة والمناطق المجاورة. معنا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، ما جديد الوضع الميداني سيما في المخا ومينائها الاستراتيجي؟ نعم آمال، إلى الآن بحسب مصادر ميدانية وشهود عيان لا زالت تدور أعنف المعارك حتى اللحظة في الوقت الذي أعلنت فيه المقاومة التابعة للرئيس هادي أنها أحكمت السيطرة على مدينة المخا بمشاركة طيران الأباتشي وكذلك طيران التحالف والبوارج الحربية غارات أو عشرات الغارات إن لم تكن مئات الغارات شنت على مواقع الحوثيين في تلك المنطقة
غير أن القيادي في جماعة الحوثي محمد البخيتي أكد للتلفزيون العربي بأنه لم يتم السيطرة حتى الآن على مدينة المخا، وبأن المقاومة التابعة للرئيس هادي جاءت عن طريق الساحل ساحل مدينة المخا، فيما الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح لا زالوا يتمركزون في الجبال جبال مدينة المخا، ولا زالت أغنف المعارك تدور حتى الآن حسب قوله، في وقت تقول المقاومة بأنها قد أحكمت السيطرة على العديد من المناطق في المدينة، ولا زالت تتواصل الاشتباكات حتى اللحظة في تلك المنطقة. آمال، على الصعيد السياسي، قبل ساعة من الآن غادر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مطار صنعاء الدولي بعد أن عقد مؤتمر صحفي أكد فيه أنه التقى بوفد الحوثيين وكذلك وفد حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأكد على أن الجميع على أن يلتزموا بالخطة الأممية وأن يتفاعلوا بإيجابية معها، وأكد كذلك على ضرورة أن يتم فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية، وأكد بأنه لابد أن يكون هناك حل على الأطراف أن يتوصل إلى حل للأزمة اليمنية، وقد غادر العاصمة صنعاء بعد هذا المؤتمر الصحفي. نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. قال رئيس الغامبي الجديد أدام بارو إن الوضع الأمني في بلاده ما زال غير مستقر وإن الظروف لم تتهيأ بعد لعودته، ودعا إلى استمرار العملية العسكرية التي تقودها دول غرب أفريقيا في غامبيا. وأعلن بارو من مقر إقامته المؤقتة في العاصمة السنغالية داكار أن قوات إضافية دخلت غامبيا لتنضم إلى قوات مجموعة غرب أفريقيا التي شنت عملية لدفع جامي إلى تسليم السلطة قبل أن توقفها لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية. واتهم بارو الرئيس السابق يحيى جامي بإفراغ خزائن الدولة قبل رحيله إلى منفاه، وقال في بيان قرأه أحد مستشاريه إن غامبيا تمر بأزمة مالية ورأى أن الأمن في بلاده ما زال هشا. حذر رئيس المجلس الانتقالي الأعلى في غامبيا الشيخ سيديا بايو من أن عدم نزع سلاح الجيش الغامبي سيؤدي إلى انزلاق البلاد نحو الفوضى. وأضاف بايو في مقابلة مع التلفزيون العربي أن رحيل يحيى جامي لا يعني نهاية نظامه. الآن قائد الجيش الغامبي الجنرال عثمان باجي عقد مؤتمرا صحفيا وصرح بامتعاضه من نزع الإكواس لسلاح رجاله. هذا الرجل قوي ويسيطر على القاعدة العسكرية الكبرى في البلاد، قاعدة كانيلاي، التي توجد بها دبابات وأسلحة ثقيلة. صحيح أن يحيى جامي رحل، لكن بقي العديد من أركان نظامه، ومن بينهم ضباط وقادة يضمرون الولاء له حتى وإن أظهروا غير ذلك. اليوم بعد رحيل الدكتاتور جامي، هناك مخاوف حقيقية من انزلاق غامبيا نحو العنف والفوضى، ما لم يتم تنحية هؤلاء القادة العسكريين، وعلى رأسهم الجنرال عثمان باجي، وهو ما لن يتحقق إلا بنزع كامل لسلاح الجيش الغامبي من قبل قوات الإكواس. تتابعون في هذه النشرة أيضا. مهرجان في بيروت لإحياء تراث بلاد الشام يستضيف فرقا شعبية فلسطينية ولبنانية. أهلا بكم من جديد. قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس مشير المصري إن محاولة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة هي ضربة قاسمة لمشاريع التسوية، داعيا إلى التحلل منها. واتهم المصري الإدارة الأمريكية بالانحياز لإسرائيل، وذلك خلال كلمة ألقاها في مهرجان للاحتفال بخروج الشيخ رائد صلاح من السجون الإسرائيلية وتضامنا مع الأسرى الفلسطينيين. إن الرد الأبلغ وبالتحلل من قبل كل الدول العربية من مشاريع التسوية مع العدو الصهيوني، والذي يوجه ضربته القاسمة إلى كل مشاريع التسوية من خلال نقل سفارة الإدارة الأمريكية إلى قلب مدينة القدس، مع تأكيدنا على وحدة الأرض الفلسطينية. الآن مع جولة من أخبار الاقتصاد. أعلنت وزارة المالية السعودية تخليها عن إجراءات فرض الرسوم الضريبية على الحوالات المالية
التي كانت تعتزم فرضها والتي نالت الموافقة الأولية من مجلس الشورى بقيمة 6%. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر سابقا من تطبيق مثل هذه الإجراءات التي كانت لتترك تبعات اقتصادية سلبية مباشرة انطلاقا من كون ثلث السكان في المملكة هم من الأجانب. انتهى اجتماع منظومة أوبك في فيينا يوم أمس الذي جمع أيضا 11 دولة منتجة للنفط خارج أوبك، وعربت أوبك عن ارتياحها بخصوص مستوى خفض الانتاج النفطي لدعم الأسعار الذي سيستمر على مدى النصف الأول من العام. يذكر أن أسعار النفط تخطت في خطها التراجعي بداية العام الماضي حاجز 30 دولارا. تعمل الحكومة البريطانية على إطلاق أكبر استراتيجية صناعية منذ عام 1979، ستشمل صندوقا استثماريا بقيمة 4.7 مليار جنيه استرليني، يهدف إلى تعزيز البحوث ومشاريع التنمية في مجال تطوير الجيل الخامس لشبكة الخليوي وتعزيز النشاط الاقتصادي للرجل الآلي. وذكرت مصادر حكومية أن الاستراتيجية الصناعية الشاملة تأتي ضمن التحضيرات الشاملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية قريبة لمفاوضات إعادة تنظيم اتفاقية نفتا التي تجمع الولايات المتحدة بكندا والمكسيك. وأكد ترامب أن ملفي الهجرة وأمن الحدود سيتصدران أولوية المفاوضات. يذكر أن اتفاقية نفتا تم توقيعها قبل 23 عاما باتت ترسم الأطر الأساسية للتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث. أعلنت وزارة المالية الصينية تأسيس صندوق استثماري مشترك مع هيئة خدمات الإنترنت الصينية بقيمة 100 مليار يوان لدعم البحوث العلمية على الإنترنت ودعم الشركات التي تتخذ من الإنترنت منصة لنشاطها. يذكر أن الصين تمثل النشاط الأكبر للإنترنت عالميا مع ما يزيد عن 700 مليون مستخدم. في الشأن الأمريكي، أعلنت منظمة غير حكومية أنها ستلجأ إلى القضاء لمتابعة الرئيس دونالد ترامب بتهمة انتهاك الدستور بشأن الإيرادات التي يتقاضاها من دول أجنبية. وأكدت المنظمة التي تعرف باسم مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق أنها سترفع شكوى ضد ترامب أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية بسبب حفاظه على علاقات بمئات الشركات المرتبطة بمجموعته ترامب أورجانيزيشن بعد تنصيبه. وتقول المنظمة إن ترامب ما زال يتقاضى أموالا ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وعملاء من خلال إيرادات عقارات وصفقات في الخارج، لا سيما في الصين والهند وإندونيسيا والفلبين. أهم أخبار الدوريات العربية والعالمية في هذه الجولة الرياضية. التهم أسود الكاميرون أحلام أصحاب الأرض وطاح المنتخب الكاميروني بنظيره الجابوني من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية 31 بعدما تعادل معه سلبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى. ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب بوركينا فاسو الذي تغلب على غينيا بيساو بهدفين نظيفين في المباراة الأخرى بالمجموعة. يخوض منتخبا تونس والجزائر مواجهتين مصيرتين الليلة أمام كل من زيمبابوي والسنغال في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات عن المجموعة الثانية. نسور قرطاج سيضمنون التأهل مباشرة لربع نهائي في حال فوزهم على زيمبابوي بغض النظر عن نتيجة مباراة الجزائر والسنغال، كما تتأهل تونس أيضا في حال تعادلها الليلة وفوز أو تعادل السنغال مع الجزائر في المباراة الأخرى، فيما يحتاج محاربو الصحراء الذين تبدو حظوظهم في التأهل صعبة للغاية إلا الفوز على السنغال بالإضافة إلى فوز زيمبابوي على تونس بفارق هدف واحد. اختتم برشلونة رحلته في الدور الأول من الدوري الإسباني بفوز عريض خارج قواعده أمام إيبار برباعية نظيفة ضمن الجولة 19 من المسابقة. وسجل رباعية النادي الكتالوني كل من دينيس سواريز وليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار دا سيلفا،
ليرفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، وبفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني نادي إشبيليا ونقطتين عن المتصدر ريال مدريد. يستضيف العين يوم غد نظيره الجزيرة في مباراة مؤجلة من حساب الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي الإماراتي. أصحاب الأرض يسعون إلى استعادة توازنهم واستعادة نغمة الانتصارات من جديد بعد أن غابت عن الزعيم في الجولتين الماضيتين، فيما يطمح العنكبوت الجزراوي إلى تعزيز صدارته المسابقة والخروج بالنقاط الثلاث من أجل الابتعاد بفارق 6 نقاط عن أقرب مطاردي النادي الأهلي. ثمان فرق رقص قدمت لوحات فنية راقصة من الرقصات الشعبية الفلسطينية واللبنانية ضمن مهرجان أهازيج الذي نظمته جمعية إحياء التراث اللبناني الفلسطيني في بيروت، وتسعى من خلاله إلى التمسك بتراث بلاد الشام الثقافي عبر الأجيال وإيصالها إلى الجمهور في لبنان والعالم. عاشقوا فلسطين من دون أن يروها، فتمسكوا بكل ما يذكرهم بها ويعيدهم إليها. الثقافة هي لغة الشعوب ولغة العالم، الموسيقى، صح ولا لا؟ إحنا من خلال هذا المهرجان كسرنا كل إشي، إن كان جدار، معني أنا بديش أدخل تفاصيل وأنا مش مع ضد أو ضد أو مع، مش هون موضوعنا، هي انه احنا كشعب مسالم، شعب نعشق الحياه، ماشي؟ فمش غلط اذا كنا احنا نقدر نجمع من خلال الثقافه، صح ولا لا؟ من خلال الفن، من خلال التراث، بالعكس هذا كثير جميل، عرفت كيف؟ هنا اجتمع الفلسطيني واللبناني في صوره تعكس التقارب بين شعبين يحاول كثيرون عبثا بناء جدران بينهم. بالنسبة لمهرجان اليوم ممكن يكون مختلف جدا عن اللي احنا بنعمل، لانه في فرق لبنانية فرق فلسطينية، ف يعني زي دمج بين الفلكلور اللبناني والفلكلور الفلسطيني، فرسالة كتير حلوة للجمهور اللي حيحضرنا. مهرجان أهازيج ليس إلا البداية، فمنظموه يتطلعون أن يكون قاعدة لكي تصل عبره فرق الرقص الشعبي المهرجانات الدولية. الرقص والموسيقى يقاومون لأنهم يحبون الفرحة والحياة وتراث بلادهم، ولأن كل ذلك بالنسبة لهم فلسطين التي يحبون. ميثم قصير، التلفزيون العربي، بيروت. بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة. زوروا موقعنا على الإنترنت العربي.tv، كما بإمكانكم إبداء رأيكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.